ميكانيك ديما ميكانيك ما تضيعوش لنا البطاريات. يلا الدراري عليكم. شكرا مريم صحفية المتألقة مريم سكراوي، شكرا لقناة أخبار الفجر المغربية، تحية لكم على التتبع ديالكم لجميع الأعمال الفنية والثقافية والرياضية والسياسية في المدينة. بالنسبة لنا اليوم حنا في هذا البلاطو ديال تصوير الفيلم، العنوان ديالو مايلوف، هو من سيناريو محمد سيبيلي، والاخراج ديال العربي الدوش بعرب اللي معكم حاليا. بالنسبه لهذه التجربه هذه حاولنا ما امكن اننا نديروا واحد المجموعه ديال الافلام قصيره اللي فيها مجموعه ديال الشباب، اللي حاولنا نجمعوا واحد المجموعه ديال الشباب ديال الحي، فيهم ممثلين، فيهم تقنيين، فيهم صحافه من امثال مريم، واحد المجموعه ديال الشباب اللي حاولنا اننا نديروا واحد شخص. اليوم اليوم عندنا التورناج ديال الحصه الثالثه بليتون، واللي غيكون ان شاء الله نخليكم حتى تفرجوا فيه مستقبلا.